شنو شروطنا؟ سجل عندك. اولا ما حد يمد ايده علينا، سواء نجم سواء نجمه سواء بروفا ولا داير. ثانيا ناكل معاكم من البوفيه ريوق وغدا وعشاء. ثالثا نقعد معاكم بالكربانات المكيفة، لأن الحر اللي احنا قاعدين فيه ما يتحملها ضب. ورابعا أولا هذا هو برومو مسرحية كومبارس الكوميدية الاجتماعية اللي بتنطلق عرضها بكرة يوم الخميس حصريا على شاهد في آي بي، وهي من تأليف وإخراج عبد العزيز الصفر، وأيضا من بطولة خالد العجارب وشيلاء سبت وعبد الله بهمن وعبد الله الحمادي وإيمان فيصل وإيمان الحسيني وخالد المظفر، اللي بيجسد شخصية محبوب الكومبارس الصامت اللي بتدور حوله أحداث المسرحية. وطبعا الآن خالد صار معنا جاهز عبر زوم نتكلم أكثر معاه عن دوره وعن هذه المسرحية. مساك الله بالخير يا خالد، واهلا وسهلا بك. مساك الله بالخير اخوي مهند، واهلا وسهلا بك واهلا وسهلا فيك، ومسي عليك وعلى اخواني المشاهدين. يا مرحبا مليون، اهلا وسهلا. معنا بسنت طبعا موجوده في الاستوديو. يا خالد خلينا نخش في الموضوع على طول، وحابين نعرف منك قد ايش متحمس لفكره عرض المسرحيه بكره على شاهد بعد النجاحات طبعا اللي حققتوها على المسرح قدام الجمهور. والله شوف، للأمانة قبل النجاحات اللي احنا حققناها، شاهد هي مكسب ونجاح لأي اليوم ممثل خليجي. فأنا متحمس ان هذه المنصة اللي انا يعني قبل كم سنة اطالعها وانا مبسوط ومستمتع فيها وهي تمتع المشاهد، انا مبسوط اليوم ان انا راح اقدم عليها عمل، وأنا قدمت عليها أعمال مع فنانين آخرين، لكن اليوم أنا مقدم عليها عمل كوني ممثل بهذه المسرحية ومنتج، فشعور لا يوصف للأمانة. حلو. طيب حبيت أعرف منك كممثل خالد، يعني قد إيش خطوة أنك أنت بعد ما تقدم مسرحية تنعرض على منصة بلاتفورم أو قناة تلفزيونية، قد إيش مهمة لك؟ والآن زي ما ذكرنا أنها على شاهد، قد إيش مهمة؟ والله شوف، هي مهمة كثيرة، لأن اليوم شاهد ما تتكلم عن الخليج، تتكلم عن الوطن العربي بشكل عام. فجميل هذا الانتشار لأي فنان شاب خليجي أنه ينعرض عمله على منصة مهمة في الوطن العربي مثل شاهد. حلو. وإن شاء الله العمل ينال على إحسان. منتظرين يا خالد، منتظرين، كلنا منتظرين. يا رب بإذن الله. طيب خالد، خلينا نتكلم معاك دلوقتي كمان عن تفاصيل المسرحية. هي مسرحية طبعا كوميدية بتتكلم عن محبوب اللي انت بتجسد دوره وشغلته كومبارس صامت، فاحكي لنا شوية ايه اللي بيحصل معاه. والله شوف، الأمانة هو العمل يتكلم عن كومبارس شخص وشنو الشغلات اللي ممكن تواجه الكومبارس. فاحنا كنا قاعد نتكلم عن نقطة ان كلنا كومبارس في الحياة، لكن كل واحد بطل بالقصة مالته الشخصية. فهذا الكومبارس عنده أحلام وده يحققها، لكن تواجهه عقبات، ففي منها كوميدية وفي منها تراجيدية، فهو شلون راح يواجه هذه المواقف؟ هل هو ينسحب أو يكمل؟ طب خالد، كلمني شوية عن أكتر حاجة يمكن شدتك لتجسيد شخصية محبوب نفسها، وإزاي اشتغلت على تفاصيلها؟ والله شوفي، للأمانة احنا كنا يعني كان عندنا قصة اخرى نبي نقدمها، لكن احنا في الشركة عندنا تي بوي يشتغلون معانا اخواننا، فهذا التي بوي انا سرحت فيه انه هو لما يعني يحط لنا الكوفي او الشاي هو ممكن يحط هذا الشيء ويمشي، لكن هو لما يمشي مع احداثه وقصته. فأنا حاولت كثر ما أقدر أن بهذا العمل أسلط الضوء على الأشخاص اللي إحنا نحسهم أحياناً كومبارس بحياتنا، لكن هم بحياتهم أبطال. أبطال صح 100%. ساعدني في هذا الشيء الأستاذ عبد العزيز، فساعدني بهذا الشيء الأستاذ عبد العزيز صفر كونه هو مؤلف ومخرج العمل. فطلعت معنا الفكرة، وهي المسرحية كوميدية وفيها أحداث أكشن، فيها دراما وتراجيديا، وإن شاء الله شيء جديد يا رب. إن شاء الله يا رب. طيب حلو. طب خالد، خلينا بس يعني نعطي كذا للمشاهدين تويست بسيط أو نقطة بسيطة، إنه ترى بداية الانطلاق حتكون بكف.
لأحداث المسرحية ها؟ رغم أنه محبوب اللي أنت بتجسد شخصيته بيعترض في البداية والمخرج يقول له لا هذا تمثيل والمنتج يقول له لا هذا تمثيل وحاولوا اقنعوه أوكي؟ قل لي بس حابين نعرف كم كف راح يأخذ محبوب وكيف تتطور الأحداث معاه كمان؟ الممثل اللي كان دور المنتج فقلت له عبد الله يعني ما تعرف لا يعني قلت له عبد الله ما تعطى الهم وهيك يعني اذا في تضربني كف وكذا ما في مشكله بعد اول عرض عبد حبيبي تمثيل خف ايدك الله يخليك